زينب، صار الوقت لنروح لمساحتنا الطبية لليوم. كثير من السيدات بتعاني من تأخر الحمل، بيكون العلاج بطفل الأنبوب كحل من هي الحلول، لكن متى نلجأ لهذا الحل ومتى يكون غير مجدي؟ لنعرف أكثر عن هذا الموضوع خلونا نتابع المادة وبنرجع لنستقبل ضيفنا. مشاكل الخصوبة والإنجاب أصبحت منتشرة بكثرة في السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من المرضى الذين يعانون من مثل هذه المشاكل إلى اتباع طرق علاجية مختلفة للإنجاب. ربما تكون البداية مع طرق العلاج غير الجراحية البسيطة بواسطة الأدوية، لكنها تعتبر طرق آمنة وغير مكلفة وتكون نتائجها على المدى الطويل. أما طرق علاج العقم والإنجاب الجراحية أو المختبرية فتكون الخيار النهائي للمرضى الذين لا يستطيعون تحقيق هذا الهدف من الطرق السابقة. فعملية طفل الأنابيب تعتبر من أقدم وسائل علاج تأخر الإنجاب التي انتشرت في منتصف القرن العشرين، حيث كانت أول حالة إنجاب لطفل الأنابيب في عام 1978 في إنجلترا. وكان وراء هذا الإنجاز العلمي والطبي كل من روبرت إدواردز وباتريك، الذي احتاج إلى 102 عملية حقن لإتمام الحمل. لنتعرف أكثر وين وصل العلم بهذا يومنا، وما هي الآثار الجانبية والسلبية لهي العملية، وغيرها من الأسئلة، مع ضيفنا بالاستديو الدكتور هيثم عباسي، أخصائي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم وأستاذ في جامعة دمشق. بعد ما تابعنا هالتقرير نرمين، أكيد نرحب بضيفنا بالاستوديو بالدكتور هيثم عباسي، أخصائي بأمراض النساء ومعالجة العقم وأستاذة بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم صبايا، وكل عام وانتم بخير ولو متأخرة. صباح الخير للبلد كلياتها، والحمد لله أمور كلها بخير وسلام إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك دكتور. بالبداية مثل ما تابعنا بالتقرير معلومات أخذناها عن عملية طفل الأنبوب، ولكن خلينا علميا أو طبيا نتعرف عليها أكثر. هي عملية طفل الأنبوب هي عملية إلقاح صناعي خارج جسم المرأة، وهي بتتم بشروط وحيثيات وأمور حساسة جدا حتى تكتسب عملية النجاح. طبعا هو من الحلول النهائيه للمراه، يجب ان لا تكون الحلول البدئيه، يعني يجب ان تعطي المراه الفرصه الاولى والثانيه والثالثه للحمل الطبيعي، ومن ثم نلجا الى عمليه الاخصاب المساعد خارج جسم المراه. طبعا هالعمليه هي تحتاج الى تقنيات عاليه وشروط تنفيذ عاليه، ان تكون المراه فيها سلامه الرحم، سلامه مكان توضع الجنين عند ارجاعه. عملية الإلقاح الخارجي يجب أن تكون تحت شروط وعقامة مطلقة، يجب أن يكون الحضانة للطفل الجنين خارج جسم الأم لمراحل مختلفة من 3 أيام حتى 5 أيام، أن تختار لحظة إرجاع الأجنة بحسب وضع الفيزيولوجي للمرأة لحتى نكون أكبر نسبة عالية للنجاح بشكل عام. هي المخلق خاص عنا. نعم دكتور، كنت بعثة بأرمينيا لتخضع لدورات تدريبية لآخر ما توصل إليه الطب الحديث بخصوص طفل الأنبوب. خلينا نعرف من حضرتك أيضا شو الجديد بهذا الموضوع. طبعا فضل للدولة قررت إرسالنا كمجموعة علمية للبحث العلمي على آخر المستجدات في طفل الأنبوب في أوروبا، وكنا نحن من حظنا ونصيبنا طلعنا على مخبر طفل الأنبوب الأساسي المركزي في مدينة ريفان، التوأم للمركز الأساسي الذي في موسكو. ويعتبر المركز الأساسي في موسكو من المراكز الأولى في العالم، وخاصة في الخلايا الجذعية والتقانة خلايا الجذعية في العقم، علاج العقم عند الزوجين وليس أطراف أحادي. وفعلا خلال فترة الإفاد نحن طلعنا على عملية التعامل مع العقم الذكري والعقم الأنثوي وكيفية اللجوء إلى الآخر الأمور، وهي اللجوء إلى العمل بالخلايا الجذعية لتحسين شروط النجاح للإخصاب المساعد، وخاصة طفل الأنبوب أو الحقن الرحمي، يعني مو ليس فقط للطفل الأنبوب، للحقن الرحمي، وتحسين أداء المبيضين وتحسين أداء الخصيتين. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى تقنية عالية لتجهيز الخلايا الجذعية من البلازما الطازجة، بإضافة بعض المواد الأساسية، وإعطاء المرأة أو الرجل
العلاجات المساعدة لهذا الموضوع بنحصل بعض النتائج التي كانت غير مرجوة سابقا، وهذا هو النشاط المرتين. تمام دكتور، حضرتك قلت العلاج الحديث يلي طلعتوا عليه بيحتاج لتقنيات عالية، خلينا نحكي إلى أي حد مطبق هو بسوريا وخصوصا بظل العقوبات الاقتصادية اليوم على البلد؟ طبعا نحن كطفل أنبوب في سوريا بالشكل الكلاسيكي تبعه مطبق عنا بشكل كامل. نعم، العمل على البلازما والخلايا الجذعية الطازجة في عنا نحن هون محاولات شديدة وكثيرة بالبلازما، لكن ما أنا متابعة للتقانية الحديثة أو للشروط لعطاء الحديث أو كيفية تجهيز هذه الخلايا الجذعية من البلازما الطازجة. طبعا نحن في إدارة التوليد الجامعي حاليا تم تجهيز المركز بتقانات متوسطة أو جيدة، نعم، وحاليا يتم تجهيزه بشكل مطلق حتى ينطلق المركز بأقرب فرصة مواتية إن شاء الله. طبعا نحن مثل ما حكيت لك نحن طلعنا مجموعة سريرية ومخبرية وتم تدريسنا أو تم التعامل مع الوضع هنيك بشكل كامل، وتم دمجنا مع المجموعات العلمية الموجودة هنيك ليس فقط بشكل تعليمي بل بشكل مهني، ونحن في خلال فترة 3 أشهر اشتغلنا معهم بحالات يعني حتى ما أرقامها خيالية من العدد، لأنه عنده كم هائل من الأعداد، لأنه هنيك ليس فقط معالجة الطفل الأنبوب ومركز العقم ومثل ما حكيت هو الإخصاب المساعد للزوجين، ففي حالات كثير بتجينا من الطرفين ومن ثم نلجأ إلى الإخصاب المساعد إما بشكل تحريض أو بشكل حقن أو بشكل طفل الأنبوب بالتدريج وليس مباشرة طفل الأنبوب، وهذا الخطأ الشائع أنه كثير نلجأ أحيانا طفل الأنبوب يكون في حالات بإمكاننا تحمل المرأة قبل الموضوع هذا. نعم، يعني جاوبت دكتورة على السؤال كنا نسألك يا عن أنه إمتى بيلجأ الزوجان لطفل الأنبوب، يمكن لازم تعطي المرأة نفسها فرصة. خلينا نحكي كمان شوي في أثار جانبية بحال فشل هالعملية على جسم المرأة. طبعا هلأ إحنا بشكل عام مثل ما حكيت لك إحنا العلاج للإقصاب المساعد هو حسب حالة الزوجين، يعني الفرصة بنعطيها للمرأة إن كان بإمكاننا نعطي الفرص الطبيعية أو الفرص المساعدة لحتى تحصل النتائج بدك إياها. أما إذا لجأنا نحن مباشرة لطفل الأنبوب أو التحريض نحن عم نأثر على حيثية فيزيولوجية جسم المرأة. يعني للأسف الشديد للأسف الشديد في كثير حالات عقم تجي أحيانا بتكون المرأة صر عن تعمل عمليات التحريض سنة وسنتين وثلاثة ولم تحقق الشروط اللازمة للتحريض. يعني نحن مثلا إذا وحدة عندها مبيض متعدد الكيسات أو عندها التهابات أو إلى آخره يجب أن نعمل وسائل استقصائية أول شيء عن نفوذية الرحم، عن بطانة الرحم، عن الدورة الشهرية، عن نفوذية البيوض، ومن ثم نلجأ إلى العمليات الإقصاب المساعد. أما نقفز عملية الإقصاب المساعد نحن نزلنا نسب النجاح، عشان هيك بأرمينيا كان هيك بريفان نسب النجاح عالي، لأنه كان وقت نلجأ إلى عملية الإقصاب المساعد أو عملية IUI تكون المرأة مدروسة بشكل كامل أو الرجل مدروس بشكل كامل بحيث أنه نحقق أكبر نسبة نجاح للإقصاب. دكتور خلينا نحكي أكثر عن النتائج السلبية اللي بترجع على جسم المرأة بحالة عدم نجاح عملية طفل الأنبوب. هلا نحن أول شيء عدم نجاح عملية طفل الأنبوب يؤدي أول شيء إلى عملية إزعاج نفسي شديد، يعني اضطراب نفسي شديد عند المرأة، لأنه 70% من النساء عندما تلجأ إلى عملية الإخصاب المساعد وخاصة طفل الأنبوب أو IUI أو الحقن تضع في احتمالات كبيرة 90 أو 99% أنه هي خلص صارت حامل، رغم أنه هو عملية الفشل تبعه مثل عملية أي فشل حمل طبيعي ونسبة النجاح تبعه تكون أكثر انخفاضا من نسبة النجاح في الحمل الطبيعي، لأنه نحن داخلين هنا على جسم فيه مشاكل فيزيولوجية وبيولوجية وهرمونية، فبنكون هون مجهزين المرأة أو مجهزين الزوجين أنه في نسبة فشل اللي احنا عنا مو ليس أنه عملنا العملية النجاح. أي واحد ثاني شيء عملية الإخصاب المساعد خاصة طفل الأنبوب وقت يتم التحريض المرأة بكميات هائلة من الأدوية نحن عم نعمل إجهاد لجسم المرأة. فالطب الحديث هلا لما نحصل عدد من البيوض يفضل 100% أن يتم تجميد الأجنة الموجودة، يعني مو بس بناخذ أجنة ومنكب الباقي، هذا شيء خطأ لأنه المرأة عم تتعرض لكل مرة هزة رهيبة فيزيولوجية وبيولوجية جسمها. طبعا هذه لا تخرج بلا آثار عن المرأة، آثارها مختلفة تبدأ من اضطرابات طمسية إلى شعرانية إلى زيادة وزن وإلى آخره. نعم. اضطرابات. فإحنا كثير نكون وقت نعمل عملية طفل الأنبوب لازم نعرف إحنا النتائج من إلى أنه أنا حصلت مثلا 10 أجنة رجعت جنينين بجمد كل 3 أجنة لحالهم بعد سنة سنتين ثلاثة برجع كل فترة وفترة هالأجنة هي، يعني عملية الإخصاب المساعد يجب أن تكون في مراكز فيها عملية تجميد
إما للبيوض وأما للنطاف وأما للأجنة، حتى نعرض الزوج أو الزوجة لعمليات إنهاك فيزيولوجي وبيولوجي من عمليات التحريض. نعم دكتور، شو هي الأخطاء الشائعة يعني كنا هلا يمكن عم نتناقش فيها تحت الهواء اللي ممكن تلاحظها عند أي زوجين بيخضعوا لطفل الأنبوب، والأسئلة يمكن الخاطئة أو المعتقدات الخاطئة اللي بتنسأل عليها بهذا الموضوع؟ الأول شيء الأمور الخاطئة هي أول شيء إنه نحن وقت نعمل عملية طفل الأنبوب نحن هذه المرأة يجب أن تخضع لمعالجة كاملة لتثبيت هذا الحمل من إلى يوم الولادة. واحد، على أول شيء لازم نحن نراعي الحالة الفيزيولوجية للمرأة، يعني المرأة وقت تعمل عملية طفل الأنبوب يجب أن تعلم إنه هي عندها ريسك أكثر، خطورة أكثر من الحمل الطبيعي. فيجب الانتباه على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، يعني السلسلة الأول من الحمل والسلسلة الثانية من الحمل والسلسلة الثالثة من الحمل. هل يا ترى هي بحاجة مثلا لعملية راحة مطلقة؟ هل لراحة متوسطة؟ نوع الغذاء؟ نوع زيادة الوزن؟ نحن بنعرف كلياتنا خلال فترة الحمل يجب أن لا تزيد المرأة عن 9 ل 12 كيلومتر كيلو جرام. بس للأسف الشديد نحن بنلاحظ في زيادات هائلة بتحصل. هذا كله بيأثر سلبا على المرأة. اثنين، عملية العلاقات الزوجية خلال فترة هذا كثير بتصير احيانا مراعاه للامور هي لانه كمان تؤدي عمليه اسقاط. يعني نحن عمليه نجاح طفل الانبوب بعد ما نرجع الاجنه للمراه يجب ان تراعى المراه بشكل كامل. يعني مثلا كثير بتحصل حالات مثلا امراه مثلا صار عندها 13 14 سنه ما جابت انجاب، صار عندها حمل، صار عندها نجاح، ترجع لحياتها الطبيعيه. نحن ما الا ما ترجع لحياتك الطبيعيه لكن بحذر شديد، الحذر والأخذ الأدوية بشكل مناسب، لأنه نحن بنعرف شغلة واحدة، وقت واحدة لجأت لطفل الأنبوب معناتها في شيء أمور بجسمها غير طبيعية، بدنا نكبح الأمور المانا طبيعية حتى نسبق نخلي يستمر عنا عملية طفل الأنبوب. هي اثنين، ثلاثة عنا الموضوع الثاني نوع الغذاء. نحن عنا نوع الغذاء أحيانا كثير في عنا أقوال شعبية بتفكر إنه كسر الغذاء أو كسر زيادة الوزن هو مكسب للمرأة، هو على فكرة مو صحيح. نحن يجب أن نعتمد على السكريات غير الجلوكوزية على الفركتوز، يعني على الفواكه، ولا نعتمد على العصائر، نعتمد على الفواكه بشكل كامل، أن نعتمد على الخضار، أن نعتمد على الألياف. فهذه المواضيع كلها دائما الأطباء بواجهوها بالقصة. الموضوع الثاني هو موضوع الدواء، يا ترى ما هي الأدوية المناسبة لهذه فترة الحمل خلال 9 أشهر؟ ثلاثة، متى يتم إنهاء الحمل؟ 90% للأسف الشديد بتصير أخطاء أحيانا عملية إنهاء الحمل، يعني بصير اضطرابات بالشهر السابع بالشهر الثامن وبصير انهاء الحمل وبجوز نفقد الجنين. مشان هيك يجب ان يكون وضع خطه عمل حتى استمرار الحمل ايمتى. يجب ان تكون عمليه انضاج الجنين باسرع فتره ممكنه والمتابعه. بهالطريقه بتصير متابعه بتخف اخطاء الانسان وبصير الاختلاطات بتصير اقل. دكتور، هل يمكن تكرار العملية يعني بحال أول مرة ما نجحت العملية للأسف ممكن تتكرر وقديش في المدة الزمنية؟ هلا هون اللي حكيته في البداية. نحن عملية الطفل الأنبوب هي عملية مدروسة. يعني مثلا إذا إجا عندي الكابل، يعني إجا الموج والزوج والزوجة إجوا لعندي وقررنا بعد الفحوصات الكاملة أن نعمل طفل الأنبوب. طيب أنا الدراسة تبعي هون بتكون قديش بدي حصل أنا بيوض؟ نعم. وقديش بدي حصل نطاف؟ أنا مثلا بحاول أعمل تحريض سوبر أفوليشن عالي لحتى أحصل أكبر قدر من البيوض وأن ألجأ إلى مراكز فيها تجميد. أنا بعد ما حصلت مثلاً 10، 12، 15 بيضة، 20 بيضة الذي هو بيضات عملنا لهم تلقيح صناعي، التلقيح الصناعي الخارجي بعد 3 أيام مثلاً نجح عندي أنا 15 جنين. من 15 جنين طبعاً في ناس بتحب تحدد ذكر أم أنثى وأنا ضد هالفكرة هي طبعاً. بيتم يعني يمكن إنه طبعاً باليوم التالت ممكن نحدد بس أنا ضد هالفكرة هي لأنه يعني بعتبرها هي تدخل مو طبيعي يعني أنا بس بقى في ناس بتحب هالشيء هذا بنعمل لهم بجيدي. طبعا نحن حددنا عدد الأجنة 10 15 بنحدد جودة الأجنة، أجنة رقم 1، أجنة رقم 2، أجنة رقم 3، بنحدد يوم الإرجاع للإمرأة وبنجمد بقية الأجنة 3 3 أو 4 4 وفينا نجمدهم للعشر 15 سنة. بيكون نحن ريحنا المرأة بالحالة هي من عملية التحريض المتتالية لأنه كل عملية تحريض حتسبب لها مشكلة كبيرة فيزيولوجية المرأة، يعني حتحبب لها مشكلة جسدية عندها. فنحن فينا نساوي الطرق السابقة نعمل تحريض هالشهر بعد 4 5 6 شهور بعدين نعيد العملية وكذا، بس كل مرة المرأة راح تفقد شيء من مخزونها للبيوض، حتفقد شيء من فيزيولوجية جسمها، حتأثر على المجموعة الوعائية بجسمها. وهذا للأسف الشديد كله
عشان هيك باوروبا هلا صار لا يلجأوا الى مراكز الطفل الانبوب الا اذا في تجميد. نعم، يعني يمكن لهي الاثار يمكن الجانبيه خلينا نقول لطفل الانبوبه. دكتور خلينا نعرف منك نصائح اليوم لكل سيده حابه يكون طبعا عندها امومه وتحظى بالامومه ويكون عندها طفل، باي حالات يعني المفروض تتجه لاخصائي طفل الانبوب ومعالجه العقم، وقد لازم المراه تعطي نفسها وقت يعني من اول زواجها لبعدين تعرف عادات المجتمع عنا، يعني دائما في خوف من عدم الحمل وانما هو يمكن في فتره معينه او حسب كل جسم، فخلينا نعرف من حضرتك. هلا اول شيء يعتبر العقم هو عقم بعد الزواج بمده عام، وان تكون علاقه جنسيه بشكل دوري كل شهر فتره الاباضه، بعدها علاقه دوريه كل شهر لمده عام، اذا لم يحدث الانجاب يبدا الفحص بالرجل وليس في الانثى، يعني من الشهر الثامن او التاسع من الزواج يبدا الفحص بالذكر لانه اسهل فحوصات وفحوصات الذكر. بعد ما نتاكد من سلامه الزوج تبدا تجهيز المراه لعمليه الفحوصات وليس للتحريض كما يحدث. يعني احنا لا نلجا للتحريض حتى لو بعد عام الا بعد التاكد من سلامه الطرق التناسليه عند المراه والمحور الهرموني في جسمها. بتحدث كلياتها بتلاقي المراه 4-5 سنين عم تعمل تحريض وبعدين لسه بتيجي تبلش مره ثانيه بالفحوصات، معناتها اول شيء التاكد من سلامه الطرق التناسليه، اثنين من المحور الهرموني، ثلاثه وهي الملاحظه الاساسيه العقم لا ياتي هو اذا كان بالطرق التناسليه او الهرمونيه هو محض الصدفه. هالفتاه هي خلال فتره مرحله بلوغها يجب اهتمام الاهل فيها كثير، انه اذا يصير عندها التهابات نسائيه، يصير اضطرابات هرمونيه، يصير ما بيتعدد كيسات، يصير كيسات، هذه الامور احيانا اللي احنا ما بتلجا لعلاج الفتاه الا بعد الزواج، للاسف الشديد بيكون احيانا الاختلاط صار كبير. فهذه الامور يجب ان تؤخذ بالحسبان في مرحله نمو الطفله. فهذه اذا نحن الاهل تاكدوا من الموضوع وتاكدوا من سلامه الفتاه وانتظام الدوره الشهريه، نحن اهم شغله هو العامل الاساسي لاي امراه وتنتظم الدوره الشهريه، هو ميزه انه نحن في التزام بهالمحور الهرموني هذا، ما ننتظم الدوره الشهريه معناتها ما في التزام بالمحور الهرموني. فاول اضطراب هو المظاهر الانثويه والدوره الشهريه. وتضطرب هالامور هي معناتها نحن في المستقبل رح نعرض هالفتاه لمشاكل كبيره. فاذا نحن اتقينا هالموضوع من البدايه وبالاخير صار مشاكل عقم، المشاكل العقم التي تاتي لاحقا تاتي هي بسبب مكتسب بعدين وليس سبب فيزيولوجي. يعني بهي النصائح الاخيره بدنا نختم حوارنا معك دكتور هيثم عباسي اختصاص بامراض النساء ومعالجه العقم، شكرا كثير لك. تسلمي، الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها.